مبدئيا نحن بحاجة إلى تغيير الكثير في مواضيع الإعلام بموضوع محاربة خطاب الكراهية وتسهيل الوصول للمعلومات للصحفيين وحمايتهم. أنا هبة عبيدات، أعمل كمديرة مشروع لبرنامج قدرة في الأردن. نقوم بإنتاج تقارير توعوية حول اللاجئين السوريين في مواضيع وقطاعات عدة مثل العمل والنفايات والمياه. نريد تسهيل الوصول للمعلومات ونشر المعلومات بشفافية أكثر من قبل الجهات الرسمية. نرغب في أيضا التعاطي مع القضايا الإنسانية ومحاربة خطاب الكراهية والتركيز على الأبعاد الإنسانية في الإعلام بحيث لا تؤثر على تعاطي الجمهور بشكل سلبي معها.